تمام، النهاردة هنتكلم عن الجدريات المنحوتة بالمقدم. أول حاجة هنتكلم عن مقدمة كده سريع، يعني ايه هو العمل النحتي؟ العمل النحتي هو التعبير عن المادة عشان نديها شكل ومعنى فتشغل حيز في الفراغ اللي احنا عايشين فيه. والنحت هو من أول الفنون اللي عرفها الإنسان من العصر القديم، فنلاقيه مثلا انه بدأ في رسوم الكهوف، كانت بتبقى عبارة عن حفر على جدران الكهوف دي وبعدين يلونها، فاللي بيجي في باله كان يحفره وبعدين يلونه، زي الكهوف مثلا اللي اكتشفوها قريب في سينا وأماكن كتيرة في مصر، لقوا فيها رسوم كتيرة معمولة بنفس الطريقة دي، حفر على الجدران وبعدين متلون. فكده النحت هو من أقدم الفنون على الإطلاق. النحت له طرق ووسائل كتيرة جدا، منها الحفر على المادة الصلبة، بيبقى مادة صلبة ويحفر عليها، او مثلا طينه ويتم تشكيلها، بس احنا طبعا النهارده هنركز على الحفر لان جداريات المقطم كلها معموله بالحفر مش تشكيل. تمام، فالنحت هو ان احنا نخرج كتله نحتيه بابعاد 3، اللي تبقى ثلاثيه الابعاد زي تمثال، او تبقى ثنائيه الابعاد لو على سطح مستوي، فبتبقى بنعالج الكتله من كل الزوايا عشان تبقى ليها مكان او حيز في الفراغ، سواء بقى وضع دائم تمثال دائم ثابت يعني، او الشكل نحلي ده ثابت زي الجدريات بتاعت المقطم ما بتتحركش ما بننقلهاش، او حاجة ممكن تتنقل مثلا زي التماثيل مثلا اللي في الميدان، في اي ميدان ممكن ننقلها من هنا لهنا يعني. طيب النحت بتنفذ بطريقتين، اما النحت مجسم وده بيبقى زي ما قلت ان هو زي التمثال محط الفراغ من كل الزوايا، حاجة ثلاثية الابعاد ممكن نلف حواليها ممكن نلمسها من كل الجهات. تاني نوع هو الريليف، والريليف اما نحت بارز او نحت غائر، وهو ان بيبقى بنرسم الشكل على السطح اللي احنا هيتم النحت عليه، في اجزاء بنحفرها لجوه فتبقى غائرة بنسميها نحت غائر، فبيبقى فيه بروز لأجزاء أخرى فبيبقى ديت نسميها نحت بارز. طيب ازاي ان بيتم الحفر بطريقة مباشرة زي ما انا قلت، بنرسم ونحفر على طول، فبتبقى الطريقة دي بتعتمد على الحذف، يعني بيبقى في حاجات بشيلها وفي حاجات بسيبها علشان توصل للشكل المطلوب، وده زي اللي موجود على جدران المعابد المصرية، ده كله كان ريليف. في نفس الوقت الجدريات اللي احنا هنشوفها مع بعض في درس معانا خراس هي ريليف للنحت الغائر والبارز، لكن في برضه بعض الحاجات البسيطة المجسمة ثلاثية الأبعاد تقريبا حوالي تمثالين هنعرضهم النهارده في الباوربوينت ده. تمام، تاني حاجة هنتكلم عنها هي نبذة صغيرة كده سريعة عن الفنان اللي قدم لنا الجدريات ده، اسمه ماريو ديباتش، وماريوس دوت او ماريو لان الناس اللي هم عارفينه في الدير او اللي تعاملوا معاه سواء في مدينة جامعة القمامة بيسموه دايما لقبه اللي هو ماريو. ماريوس او ماريو هو بولندي الاصل من مدينة كراكوف في جنوب بولندا، وصل لمصر لأهداف تعليمية، يعني كان جاي لأسباب تعليمية، ووصل في تسعينات القرن العشرين، ما كانش عنده خبرة في النحت وما كانش مدرك اصلا ان عنده موهبة النحت. اتجوز من ست مصرية ابقية اسمها منى زلهي وانجب منها بنتين، اتقن اللغة العربية وطور لهجته المصرية، وهو بيتكلم عن نفسه بيقول ان هو بيحب الحياة وسط البسطاء من المصريين وبيحس براحة اكبر في وسطهم، وحس ان هو مجيئه لمصر وللدير ده بالذات وخدمته فيه كانت بإرادة من ربنا. هو قعد حوالي 20 عام في نحت التصميمات الجدارية داخل دير المقطم، سواء على الجدران المحيطة بالدير على الجمل او جوه الكنايس السبعة اللي موجودة بالدير، وكل الجداريات كانت مستوحاة من العهد القديم والعهد الجديد من الكتاب المقدس والقصص اللي فيه. ازاي بدأ يعمل الجدريات دي داخل الدير؟ ده كان بتشجيع من ابونا سمعان اللي هو كاهن الدير، هو اتقابل معاه في تسعينات القرن العشرين في اوائل التسعينات،
وكان بيدور ساعتها ماريو على فرصة عشان يخدم ربنا، واتقابل مع ابونا سمعان، وابونا سمعان قال له ان عايزك تحول الجبل ده لكتاب مقدس مفتوح عشان تخلق صورة حية للقصص دي المقروءة، فالناس يشوفوا القصص دي بشكل حي يتلامسوا معايا. واحنا عارفين ان الفن القبطي عامة او الفن في كان في الأديرة والكنائس كان هدفه في الاول والاخر كان هدف تعليمي عشان الناس تشوف القصة الموجودة في الكتاب المقدس وتقراها من غير ما تتعلم القراية والكتابة، تشوفها صورة هتفهم القصة. تمام. فماريو ما كانش عنده خبرة في النحت وما كانش جرب الموضوع ده قبل كده، لكن زي ما بيقولوا كده زي ما عمل بطرس، قال على كلمتك يا رب قلت الشبكة، وفعلا بدأ خد الموضوع ده كأنها رسالة من ربنا، واشترى الأدوات المناسبة للنحت ومطرقة وإزميل وطبعا مسكوب كهربائي وفقدون أيام صغيرة، يعني شوية أيام قليلة جدا كان خلص أول منحوتة ليه. كمان ماريو رسم قديس سمعان الخراز اللي هو قديس الديل، رسم كمان عم برام ابن زرعة، كمان رسم بابا شنودة، وعمل كمان آيات، حفر آيات على الجدران بتاعة الجبل، وكمان قصائد البابا شنودة. عمل حوالي 70 منحوتة، وبيقول ان عملية النحت ممكن تاخد من 5 ايام لنص سنة حسب التصميم. كمان ماريو لجانب عمله في موضوع النحت في الدير كان بيدي دورة تدريبية في رياضة التسلق بالحبال على اطراف الدير، دي حاجة حديثة اضافت كنوع من انواع الترفيه، ومشروع هو بيشتغل عليه ماريو. كمان ماريو حصل على وسام فارس الصليب، وده وسام النهضة البولندي، ادهوله رئيس الجمهورية البولندية برونسلاف في حفل اتعمل في القاهرة يوم 10 ديسمبر 2013، واللي قدم له الوسام ده هو السفير البولندي السيد بيوتر بوختا، ومنح الوسام ده علشان انجازاته في دعم الروح المسيحية بين بولندا ومصر واعماله الخيرية في المجتمع القبطي خاصة في حي جامع القمامة. كمان ماريو مش كان بينحت بس، لا ده غرس 100 شجرة في الدير وكان بيعتني بيها. كمان هو بيشتغل في المركز البولندي لأثار البحر الأبيض المتوسط بجامعة وارسو، فكان بيساعد في الإدارة اليومية وصيانة الموارد بتاعة المركز، وشارك في أعمال بعثات ميدانية مختلفة، وفي مشروع التنقيب والترميم الأثري في معبد حتشبسوت للدير البحري، وفي حفر مقابل الدورة القديمة في جبانة غرب سقارة. هنبدأ بقى نتكلم عن الجدريات اللي ماريوس حفرها، وهنقسمهم لثلاث أقسام. أول قسم هو قصص من العهد القديم، وبعد كده قصص من العهد الجديد، وقصص قديسين، وتوثيق للبابا برقام ابن زرعة والبابا شنودة المتنيح وبعض القصائد له وأقواله. تمام. أول حاجة هنتكلم فيها هي العهد القديم. أول جدارية قدامنا هي جدارية استلام موسى للوحي الشريعة، واحنا عارفين ان اي رسام او اي نحات بيعمل حاجة بيحول الايات او الكلمات بتاعت الكتاب المقدس لصورة لازم يبقى فيه مرجع كتابي، ما ينفعش يعمل حاجة من دماغه. فالفنان القبطي وماريوس برضو اعتمد على نفس الوضع، ان هو بيرجع للمرجع الكتابي وبيرسم الكلمة، ايه الكلمة المكتوبة بيحولها لرسم وخطوط والوان. تمام. فهنا اعتمد ماريوس على المرجع الكتابي اللي موجود في الكتاب المقدس. ونرجع كده للمرجع الكتابي مع بعض، بيقول قال الرب لموسى اصعد الى الجبل وهناك فاعطيك له حي الحجارة والشريعة والوصية التي كتبتها بتعليمهم، دي في خروج 12 آية 24. كمان في آية تانية اتكلمت عن لوحي الشريعة، وكان هناك عند الرب 40 نهارا واربعين ليلة فلم يأكل خبزا لم يشرب ماء، فكتب على اللوحين كلمات العهد كلمات العشر. وزي ما احنا شايفين كده ماريو حاطت على الجبل موسى وقصاده لوحي الشريعة وكتبهم باللغة العربية، لكن أباك وأمك
لا تقتل لا تزني لا تسرق إلى آخره. باختصار يعني طبعا هو كاتب الوصايا العشر بطريقة مختصرة على اللوحي بتوع الشريعة. نشوف جدارية تانية برضو، المرة دي بقى تمثال مش نحت رغيف زي اللي شفناه المرة اللي فاتت، ده تمثال ثلاثي الأبعاد ممكن تشوفوه من الجهات كلها. هنا بيصور موسى وهو بيضرب الصخر بعصا. المرجع الكتابي لما خرج شعب بني إسرائيل من مصر وخاصم الشعب موسى زي ما احنا شايفين هنا، وقالوا اعطونا ماء لنشرب، فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني لماذا تكذبون الرب؟ وعطش هناك الشعب الى الماء وتذمر الشعب على موسى، وبعد كده الى اخره. فصرخ موسى الى الرب ماذا افعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني؟ فربنا قال لموسى مر قدام الشعب خذ معك من شيوخ اسرائيل وعصاك التي ضربت بها النهر، خذها في يدك واذهب، ها انا اقف امامك هناك على الصخرة في حوريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. فهنا مريم صور موسى وماسك العصاية بتاعته شق بها البحر الاحمر. طبعا بعد ما ضرب موسى الصخرة نزلت مية عشان يشرب الشعب كله، وسموا المكان هناك مس ومريبة من اجل مخاصمة بني اسرائيل من اجل تجربتهم للرب قائلين اخي وسطنا الرب ام لا. نشوف جدارية تانية، يوسف وامرأة فوتيفار. هنا ماريو مصور امرأة فوتيفار وهي ماسكة التوب بتاع يوسف وبتشده وهي قاعدة، وكاتب هنا حوالين الجدارية هو ذا الثوب خذيه ان قلبي ليس فيه، ودي قصيدة لبابا شنودة. كمان كاتب المرجع الكتابي للقصة فامسكته بثوبه قائلة لا تضطجع معي، فترك ثوبه في يدها وخرج الى الخارج. وكاتب هنا اسم القصة برضو علشان الناس تبقى عارفة دي قصة مين، عامل طبعا الكتابة دي كلها حفر وملونة. بالنسبة للمرجع الكتابي موجود في سفر التكوين، وهو طبعا احنا عارفين القصة لامرأة فوتيفار اللي حاولت تغوي يوسف، لكن يوسف كان انسان امين وصديق فمرضاش ان هو يعمل الشر في عيني الرب، وساب لها التوب وخرج، وكانت نتيجة ده ان هو اتسجن، لكن ربنا بعد كده افتقده طبعا. واحنا عارفين بقية القصة اللي حصل ان ربنا خلى يوسف بعد كده الرجل التاني وعوضه وعوض عفته ويعني وحفظه بالوصية. نشوف قصة تانية جانب قصة يوسف وامرأة فوتيفار، هنلاقي في نفس القاعة صورة جدارية تانية لشمشون ودليلة، وهنا بيصور قصة شمشون وهو راسه كده على حجر دليلة اهيت وبتقصره الشعر، وبعدين دخل عليه الناس اهوت، واحد معاه جايب كيس فلوس عشان يديه لدليلة، واتنين ماسكين شمشون اهوت بيربطوه بيوثقوه. الحدث ده موجود في سفر القضاء اصحاح 16. طبعا احنا عارفين القصة ان دليلة كانت بتزن يعني باللغة بتاعتنا كل يوم ايه هو سرك ايه هو سر قوتك، لكن ما كانش شمشون بيفضى يقول لها. لكن في الاخر لما ضايقته بكلام كتير قالت له قال لها ايه السر بتاعي، انه لم يعل موسى رأسي لاني نذير الله من بطن امي، فان حلقت تفارقني قوتي واضعف واصير كأحد الناس، ولما رأت دليل انه قد اخبرها بكل ما في قلبه ارسلت فضعت اقطاب الفلسطينيين. فكشف لها سره ان هو سر قوته في شعره، وطبعا قصف له شعره واصعده الفضة زي ما انتم شايفين اهي الكيس بتاع الفلوس في ايد الراجل اهوت اللي هيدي الدليلة، وهي بتحلق اهي 7 خصلات من راسه. وطبعا اتذل بعديها والناس بقى يعني الفلسطينيين او الاعداء بتوع شمشون بيربطوه دلوقتي كده علشان يجرون. وبيكمل لنا بقى ماريو القصة
في الجدارية اللي بعديها شايفين شمشونة اهوت اللي هو بعضلات مفتول العضلات وبتاع، وشعره محلوق كله وأعمى ومربوط بسلاسل لجدران اللي أعمدة. وهنا الراجل ماسك حربة علشان يعني يقول ماريو ان هو سرقه عينيه، وده برضو موجود في الكتاب المقدس، فهو بيوثق الآية بتاعت الكتاب المقدس بالعمل النحت، فبيقول فأخذوه وقلعوا عينيه وأوثقوه بسلاسل. يبقى بعد ما تقص شعره سجل لنا بقية القصة ان هو اتربط بسلاسل وخزقوا عينيه. وبيقول الكتاب انه كان بيطحن في بيت السجن، وبعد كده لما شعره بدأ ينبت نفتكر برضو انه هو عمل ايه بعد كده، استند على عمودين بتوع المعبد وهدم المعبد عليه وعلى اعدائه في الوقت ده. بعديات عمل مجموعة قصص كده بطريقة جميلة فيها معاني لطيفة. يعني نلاقي ماريو عمل مقارنة كده ما بين قصة يوسف اللي هو العفيف وامرأة بوتيفار وازاي هرب وساب لها توبه، وقصة سمعان الخراز اللي هو خزق عينيه اللي لسه هنشوفها بعد كده، هنلاقي هي القصة وهو بيساعد الغرباء، وبعد كده في هنا جزء اللي هو بيشوف الست، هي الجزء اللي انا بشاور عليه ده الست وهي بكشفت رجلها من خزق عينيه. واخر حاجة عندنا بقى هنا هو قصة شمشون، فكأنه ماريو حب ان هو يوصل الرسالة بشكل مقارنة، يعني يشوف نتيجة العفة كانت نتيجتها ايه ونتيجة الخطية وعدم العفة كانت نتيجتها ايه، فعمل مقارنة بين سمعان الخراز اللي هو برضو فضل عفته وخرق عينيه رغم ان ده يعني تنفيذ يعني حرفي للوصية، ويوسف اللي نفذ الوصية وفضل ربنا والوصية عن انه يعمل خطية، وفي مقارنة مع العكس شمشون اللي انجذب للخطية والشهوة كانت نتيجة الخطية دي ان دليلة سلمته لأعدائه ومات في وسط أعدائه في الآخر. نشوف بقى النوع الثاني من الجدريات وهو العهد الجديد. فأول حاجة بدأ بيها ماريو في تسجيل الحاجات بتاعت العهد الجديد أو جدريات العهد الجديد هي كانت قصة البشارة، فزي ما احنا شايفين كده انه عامل الحمامة اللي هي رمز الروح القدس اللي بتحل على العذراء، والملاك جبرائيل هو جاي لها بالبشارة. طبعا المرجع الكتابي نقدر نقراه في انجيل لوقا اصحاح 1، في الشهر السادس ارسل جبرائيل الملاك من الله الى مدينة الجليل اسمها الناصرة، العذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف. ونعرف بقية القصة ان الملاك دخل وقال لها سلام لك يا ممتلئة نعم الرب معك، مباركة انت في النساء ومباركة هي ثمرة بطنك، وازاي ان العذراء قالت له ها انا امة الرب ليكن لي كقولك. نشوف جدرية تانية وهي الميلاد. الميلاد طبعا ليها نصيب الاسد، فهو عمل اكتر من جدرية لقصة الميلاد هنشوفهم سوا. منها ده شكل مجسم كده للمزود، هنلاقي ان هو حافر المغارة وفي نفس الوقت عامل تماثيل، فدي يعني نقدر نقول عليها نحت ميكسي يعني ما بين النحت الثلاثي الابعاد والنحت البارز والغائر، لان احنا هنلاقي على الجانبين بعد كده واحنا بنتفرج على بقية الجدريات عامل في الناحية ديت المجوس ريليف، وعمل الناحية ديت الرعاة برضو ريليف، اما الجزء بتاع المزود ده عامله مجسم ثلاثي الابعاد، يعني كل دي تماثيل من جوه. تمام. طبعا المرجع الكتابي ولدت في انجيل لوقا اصحاح 2 ولدت ابنها البكر وقمضته واضجعته في المزود اذ لم يكن لهما موضع في المنزل. تمام. حطت هنا العذراء سيد المسيح وهو مقمط،
ويوسف البار عامل لنا هنا مسنجة شكلها جميل مع طبعا الحمار والثور اللي هم بيرمزوا للأمم وبني إسرائيل. نشوف صورة تانية للميلاد، دي موجودة في الكنيسة، كنيسة الكهف اللي هي الكنيسة الكبيرة اللي فيها المدرجات على الجانب بتاعها، وانت طالع كده المدرجات بتشوفها. عامل المراد المزود رليف. تمام، بنشوف برضو يوسف وسيد المسيح الطفل والطور والحمار والعذراء، وهنا الرعاة وهنا المجوس وطبعا النجم. تمام، في كمان جزء كده قصاد في نفس الكنيسة المنحوتة للعذراء وهي شايلة سيد المسيح الطفل، دي موجودة فوق الهيكل الرئيسي في الكنيسة دي. يعني بعض الناس اللي كانت بتشرح في الدير بيقولوا ان هم اثناء الحفر اكتشفوها او طلعت الجزء ده، يعني التمثال ده بالشكل ده يعني. تمام، نشوف تاني جدرية من العهد الجديد، عندنا بشارة الرعاة وهي على جانب الجدارية الأولانية خالص اللي شفناها للميلاد اللي احنا قلنا مجسمة، وفي على الجانبين أجزاء رليف. فهنا بنشوف الرعاة وهم بيحرسوا حراسات الليل، ونشوف الآية كمان مكتوبة تحت متسجلة اللي هي الآية الكتابية، وشايفين الملاك هو جاي يبشرهم بميلاد السيد المسيح. وأنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، انه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. تمام، على الناحية التانية في الجدارية اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي بتاعة المجوس برضو رليف زي ما احنا شايفين، وزي ما احنا شايفين هنا برضو حفر الآية والمجوس اللي جايين من المشرق والجمال، وهنلاقيه في صورة تانية هنا بقية المدينة بقى، لان هما طبعا جم من بعيد فمصور لنا هنا المدينة من بعيد زي ما انتم شايفين كده، في دي صورة اوضح. القصة اللي بعد كده في العهد الجديد هي الهروب لمصر، فنلاقي هنا برضو عامل بالرليف صورة العائلة المقدسة العذراء وشايلة سيد المسيح وقاعدين على الدبة معهم القديس يوسف البار، ومكتوب الآية من مصر دعوت ابني، دي مذكورة في انجيل متى اصحاح 2 آية 14-15. برضو الجدارية دي ليها برضو مصيبة الاسد مكررة في اشكال كتيرة تانية هنشوفها مع بعض، دي برضو جدارية تانية للهروب لمصر، برضو رليف شايفين هنا الاهرامات، في هنا النخيل العذراء مع السيد المسيح على الدبة، وهنا يوسف البار. برضو كاتب آيات مبارك شعب مصر، دي كلها حاجات يعني كتابية بتأكد مجيء العائلة المقدسة إلى مصر، هو ذهب راكب على سحابة سريعة وقادم إلى مصر، ومبارك شعب مصر. نشوف برضو جدارية تالتة للهروب لمصر، دي موجودة برضو داخل الكنيسة الكبيرة اللي هي بتاعت الكهف اللي احنا قلنا عليها اللي فيها المدرجات، هنشوف برضو هنا الاهرامات التلاتة، النخيل، عندنا العذراء مع الطفل يسوع على الدبة وماسك والقديس يوسف البار بجرهم. تمام، برضو بنرجع للمرجع الكتابي، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى ارض مصر، انجيل متى اصحاح 2 آية 13. بعد كده بدأ ماريو بقى يسجل لنا معجزات، منها معجزة اللي هي طبعا اول معجزة هي معجزة عرس قانا الجليل، دي الجدارية، ومسجل هنا ايات من الكتاب المقدس اللي بتحكي قصة عرس قانا الجليل. عمل لنا هنا ثلاث مشاهد، اول مشهد العذراء وهي بتكلم السيد المسيح وبتقول لهم انه بتقول له انه ليس لهم خمر، فقالها سيد المسيح مالي ولك ايتها المرأة لم تأتي ساعدي بعد. في نفس الوقت كانت العذراء قايلة للخدام
تسمعوا اي كلام سيد المسيح واي حاجة يقول لكم، يعني مهما قال لكم ففعلوه. فالمشهد الثاني بنشوف هنا 6 أجران هم بيمليهم الخدام، فالسيد المسيح على الخدم ملأوا الأجران فملأوها زي ما انتم شايفين هنا في الجزء ده من الجدارية. وبعدين قال لهم اغرفوا الآن وناولوا وكيل المائدة. وكيل المائدة هو في المشهد بقى الثاني واقف، او الشخص اللي هو الكبير بتاع الحفلة دوت او العرس واقف اهو، وهم دولوا من الخمر. فبيقول بقى كل امرئ يقدم الخمر جيدة اولا، فاذا سكر الناس قدم ما كان دونها في الجودة، اما انت فحفظت الخمر الجيدة للآن. يعني هو قال ازاي يعني الخمرة الجيدة دي افضل حاجة هو شربها غير اللي كانت بتتقدم قبل كده. فدي كانت معجزة تحويل الماء الى خمر، او معجزة عرس قانا الجليل، مقدمها لنا في 3 مشاهد زي ما انتوا شايفين. وحتى هنا ماريو كاتب الايات عن تحت كل صورة. ماريو هنا عمل لنا حاجة كده عاملة زي البانوراما بيحكي لنا فيها القصة بتفاصيلها. الآية طبعا القصة دي موجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 2. نشوف معجزة تانية، معجزة المشي على المية، ودي برضو عملها لنا في شكل بانورامي. فنلاقي تمييز في السفينة والأمواج، وسيد المسيح لما قال لبطرس امشي تعالى امشي على المية، وفعلا بطرس اهوت وهو ماشي. وبعدين ماريو بيقسم لنا كده المشهد ويورينا بطرس وهو بيغرق، فبيقول له يا رب نجني. فطبعا السيد المسيح قال له يا قليل الايمان لماذا شككت. تمام، برضو هنا ماريو مسجل لنا الآية الكتابية او المذكورة عن القصة او المشهد ده في الكتاب المقدس. برضو القصة دي مذكورة عندنا في انجيل متى اصحاح 14 من آية 22 لآية 33 في شكل بانورامي جميل جدا موجود على الجدران الخارجية من الدير. نشوف قصة تانية وهي معجزة المفلوج المدلى من السقف، ودي داخل الكنيسة الكبيرة برضو اللي هي فيها المدرجات. المشهد دوت بقى عامل لنا بيت اهوت اللي هو اللي دخلوا السيد المسيح واصدقاء المفلوج الاربعة، ادي 1 2 3 4 هم منزلين المفلوج من السقف. السيد المسيح واقف وقال له قم خذ سريرك وامشي مغفرة لك خطاياك. وهنا شايفين الناس اللي كانت تتزاحم داخل البيت، موجودة هنا داخل الشبابيك وهنا داخل البيت. القصة دي موجودة في انجيل لوقا اصحاح 5 اية 17 لاية 25. هي اعلى جزء في الكنيسة بتاعة المدرجات دي في الاخر خالص، اعلى حاجة. وعلى الجانب التاني تشوفوه من الناحية التانية اللي هي معجزة اشباع الجموع، هتلاقوا تمثال للسيد المسيح هو ماسك طبقين اللي فيهم 5 خبزات و سمكتين. وعلى الجبل ماريو هنا حفر لنا بطريقة الريليف، يعني هنا ده مجسم ثلاثي الأبعاد للتمثال لسيد المسيح، وأما هنا بقى فريليف للشعب متقسمين ازاي كده على الجبل، وكلهم ناظرين لفوق للسيد المسيح. والقصة بتاعت اشباع الجموع دي موجودة في انجيل متى اصحاح 14. تاني حاجة عندنا هي اقامة لعازر، وهنا كاتب ماريو على سفح الجبل لعازر هلم خارجا، ده اللي قالها السيد المسيح. ونشوف هنا مطلع لنا لعازر وهو مربوط بالاكفان، والناس هنا وهي بتهلل، وكانوا هما اللي فتحوا طبعا القبر، ان السيد المسيح قال لهم يعني يدحرجوا الحجر. وهنا شايفين مريم ومارسة واقفين ورا السيد المسيح، والسيد المسيح بيوجه الكلام للعذر وبيقول له العذر هلم خارجا. دي طبعا برضو مذكورة عندنا في انجيل يوحنا
إصحاح 11، وبيكلمنا عن تفاصيل القصة وإزاي سيد المسيح راح لهناك وتأثر ببكاء مريم ومرسى وبكى السيد المسيح، وبعدين قال للناس ارفعوا الحجر، والناس ومرسى قالت له ان هو انتن بقاله 4 ايام، فقال لها ان امنتي ترين مجد الله، فرفعوا الحجر وسيد المسيح قال عاوزها لما خارجا، فخرج زي ما احنا شفنا في الجدارية. نشوف جدارية كمان هي لقاء السامرية، قصة السامرية ولقائها مع سيد المسيح. فبنشوف هنا مريم سجل لنا مدينة السامرة في الخلفية، ومسجل لنا البير والمرأة السامرية وهي رايحة تملي الجرة، وعندنا سيد المسيح هو قاعد على البير وبيقول لها اديني لأشرب. وطبعا القصة احنا عارفينها والتفاصيل اللي فيها، وازاي بعد كده المرأة السامرية سابت جرتها على البير وراحت قالت تنادي في المدينة وتقول انسان قال لي كل ما فعلت، وبشرت بسيد المسيح، وناس كتير من السامريين امنوا بسيد المسيح وقتها. المرجع الكتابي برضو موجود في انجيل يوحنا اصحاح 4 من اية 5 لاية 29، وطبعا القصة دي مهمة جدا لانها موجودة في الليتورجية حتى حد من حدود الصيام الكبير بنقرأ فيها، وكمان بتتقرأ في حد من احد الخمسين المقدسة. بعد كده هنشوف بقى الصلب، وهنلاقي مريم سجلنا برضو الصلب اكتر من تصوير على الجدران، فنلاقي هنا مسجل مراحل الصلب ازاي السيد المسيح كان شايل الصليب، وبعدين الصلب وسط للصين اليمين والشمال، والعذراء ويوحنا الحبيب، ودي متسجلة عندنا برضو في انجيل يوحنا صح 19، حسوا صلبوه وصلبوا 2 اخرين معه، وخرج هو حامل صليبه. ونلاقيه هنا مسجل باللغة العربية آية اللي هي قد أكمل. جدارية تانية للصليب، بس المرة دي ثلاثي الأبعاد، تمثال للسيد المسيح، وكانت الساعة 3 فصلبوه. المرجع الكتابي بتاعه في الكتاب المقدس في انجيل مرقس اصحاح 15، كانت الساعة 3 فصلبوه. برضو مشهد كمان للصلب، هنلاقي هنا ماريو وهو قاعد وكان بيلون في الوقت ده شعر مريم المجدلية، ومصور لنا هنا ده برضو رليف مصور السيد المسيح على الصليب ومريم المجدلية تحته، وعندنا هنا الجمجمة بتاعت آدم ويوحنا الحبيب والعذراء، ومعمول هنا بطريقة الحفر ومتلونة. الآية بتقول مجروح لأجل معاصينا ومسحوق لأجل أثامنا تديب سلامنا عليه وبحبره شفينا، دي موجودة في أشعياء. وهنا بيسجل لنا برضو الآيات الموجودة في إنجيل يوحنا إصحاح 19، وكانت وقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة قلوبة ومريم المجدلية. فلما راى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امراه هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا امك. ومن تلك الساعه اخذ التلميذ الى خصته. بعد كده بيسجل لنا القيامه برضو في جدريتين هنتكلم عنهم. اول جدريه دي موجوده برضو في كنيسه اللي هي فيها المدرجات، بيسجلها لنا انه الحجر متدحرج والملاك قاعد عليه والمريمات هنا واقفين. الملاك هنا معمول بالريليف، الحجر والمريمات معمول بشكل ثلاثي الابعاد. مسجل لنا الايه ليس هو ها هنا لانه قام كما قال، دي موجوده في متى اصحاح 28. طبعا الانجيل القيامه مذكور في كل الانجيل، هنلاقي هنا مثلا في مرقس اصحاح 16 لما انتهى السبت اشترت مريم المجدليه ومريم ام يعقوب وسلومه طيبا عطريا لياتينا ويدهن، وفي اليوم الاول من الاسبوع اتينا للقبر باكرا مع طلوع الشمس، كانوا بيقولوا من يدحرج لنا الحجر، لكنهم تطلعنا فراينا الحجر قد دحرج. ولما دخلوا القبر لقوا شاب جالس لابس ثوب ابيض
فقال لهم ما تخافوش، انتم بتبحثوا عن يسوع المسيح الذي صلب، لكنه قام، ليس هو ها هنا. وذهبنا وقلنا للتلاميذ والبطرس انه سيسبقكم الى الجليل، هناك تروني. نشوف الجدارية التانية للقيامة. هنا من حاطط الحجر وعمل السيد المسيح بشكل ريليف، وهنا الجنود وهم مش قادرين يفتحوا عينيهم. وان كان التصوير الجدارية ده خطأ، لان السيد المسيح قام والقبر مغلق، تمام. فربما دي كانت اول جدارية، وبعدين لما تدارك الامر رجع تاني للجدارية الاولانية، عمل اللي هو الملاك وهو قاعد على الحجر، تمام. ف يعني احنا عارفين طبعا دي غلط، المفروض القيامة بتتصور والقبر مغلق مش هو مفتوح او السيد المسيح طالع منه، ده تصوير غربي اكتر منه شرقي. نيجي بعد كده للصعود، فنلاقيه سجل كده السيد المسيح وهو صاعد للسماء، وتحت في طبعا التلاميذ هم رافعين راسهم ومعهم ست العذراء وبيبصوا. وكتب هنا الآية: وفيما هو يباركهم انفرد عنهم وأصعد للسماء. دي طبعا موجودة الآية. ثم إن الرب بعدما كلمهم ارتفع على السماء وجلس عن يمين الله، دي موجودة في مرقس إصحاح 16. كمان سجل لنا بقى في أعمال الرسل حلول الروح القدس، والست العذراء هنا هي والروح القدس حي على التلاميذ على شكل ألسنة نار، كل واحد فيهم عنده لسان نار موجود فوق راسه. دي موجودة في أعمال الرسل إصحاح 2. عندما جاء يوم 50 كانوا كلهم مجتمعين في مكان واحد، فإذ بصوت من السماء يشبه هبوب ريح عنيفة ملأ جميع أرجاء البيت، وإذا بألسنة شبيهة بنار تظهر لهم وتتوزع على كل واحد منهم، فامتلأوا جميعا من الروح القدس وبدأوا يتكلمون بلغات أخرى كما مكنهم الروح من أن يتكلم. بنلاقي بقى غير جدريات اللي هي توثيق قصص بتاعت العهد القديم والعهد الجديد، نلاقي تصاوير بقى للسيد المسيح كده كبنطوكراتور وكمريح للتعابة وكراعي. فنلاقي مثلا الجدارية دي البنطوكراتور دي موجودة في مدخل القدير، وسيد المسيح وهو قاعد على عرش وحواليه الملائكة بتبوق بأبواق. ودي المرجع الكتابي ليها نلاقيه في سفر الرؤيا اصحاح 4. بعد هذا فيقول يوحنا: بعد هذا نظرت إذ باب مفتوح في السماء، والصوت الأول الذي سمعته كبوك يتكلم معي قائلا: اصعد إلى هنا فأريك ما لابد أن يصير. وإذا عرش موضوع في السماء والعرش جالس، وكان جالس في المنظر شبه حجر الياشب والعقيق، وقوس قزح حول العرش في المنظر شبه إزمرد. تاني تصوير للسيد المسيح كراعي، فنلاقيه هنا برضو مصور السيد المسيح وهو شايل خروف صغير وحواليه الخرفان. دي موجودة برضو المرجع الكتابي في يوحنا إصحاح 10: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخروف. كمان مريح التعابة، فنلاقي في الجدارية دي كاتب حواليها الآية: تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. دي موجودة في إنجيل متى إصحاح 11. كمان كاتب لنا كده مقولة: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بعد كده عندنا جزء ثالث من أعمال ماريوس، وهي عبارة عن تسجيل سير القديسين وتوثيق عدد من البابوات. طبعا القديس اللي تم تسجيله وتوثيق سيرته في الدير هو طبعا صاحب الدير اللي هو قديس سمعان الخراز. فبيصور لنا في أكتر من جدارية قصة قديس سمعان الخراز ومراحل حصلت في حياته. فمثلا بيصور لنا في المشهد دوت سمعان الخراز وخدمته ما قبل موضوع نقل الجبل المقطم، انه ازاي كان بيروح يساعد الفقراء والمساكين وبيستقلهم الماء، وكان بيعمل خدمة شاقة انه يروح يملى المية ويوزعها على الناس كل يوم، وكان بيوزع الخبز عليهم ويهتم بالفقراء الموجودين في المنطقة دي. عندنا كمان بيصور لنا بقى المشهد
الأكثر شهرة في حياة القديس سمعان الخراز، وهو مشهد لما خرق عينه بسبب إن كانت في سيدة جاية تصلح الحذاء بتاعها، وعم يعني شايف رجلها فشعر بالشهوة، ف يعني بطريقة سريعة جدا نفذ الوصية اللي هي بتقول إن لو نظرت عينك يعني بشهوة فالأفضل إن أنت يعني تخرقها من إن أنت تدخل الملكوت وعينك مظلمة يعني، أو عينك فيها شهوة، إن كانت عينك يمنى تعسرك فاقلعها والقيها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. فشايفينه هنا ماسك الإبرة أهي ومطلعها ناحية عينه، والست وهي رجلها يعني مكشوفة وكده، لكن هو طبعا نفذ الوصية بطريقة حرفية بطريقة بسيطة، هو كان إنسان بسيط، فهو حس إن هو ده يعني لأ أنا مش هعمل غلط، فيعني كان خايف على عفته، فعلى طول يعني نفذ الوصية بطريقة بسيطة. بعد كده عندنا برضو نفس القصة مصورها بشكل تاني، برضو هنا سمعان الخراز وهنا قاعد وماسك الإبرة، وهنا بقى حاططها في عينه، وبرضو هنا الست وهي رجليها هي هنا مكشوفة. طبعا من الشكل ده نحس طبعا ان هنا كانت دي من اول الجدريات، لان لسه ما كانش فيها التطور في التفاصيل، كانت حاجة بسيطة خالص. يعني معنى كده ان ماريو اخد فترات خلال 20 سنة اللي اشتغل فيهم، اخد فترات يعلم نفسه ويتطور فنيا. يعني مثلا في فرق شاسع طبعا بين التصوير هنا، بين النحت هنا والنحت هنا، ده هنا مجسم بتفاصيل دقيقة جدا، متمكن من التشريح بتاع الاجسام غير هنا خالص يعني. فده دليل على التطور الفني لماريوس خلال الفترة اللي نحت فيها. مشهد تاني مهم من حياة سمعان الخراز، وفي نفس الوقت توثيق للبابا إبرام النزاعة، وهو مشهد نقل جبل المقطم، وبرضو عامله في أكتر من جدارية، فنلاقيه في الجدارية دي مصور لنا هنا القديس سمعان الخراز وهو بيصلي قدامه الأنبا برام زرعة. احنا عارفين طبعا في القصة ان أنبا برام القديس سمعان الخراز قال الأنبا برام ان هو يقف قدامه وهو هيقف وراه، كأنه واحد من الشعب عادي واقف وهيصلي معاهم، وهي طبعا بابا هيقدم علامة الصليب، هيرشم الجبل بالصليب ويسجد ويعملوا بخور ويقدموا بخور ويسجدوا، ومع كل سجدة ارتفع الجبل، وكانت الشمس تظهر من تحت وهو بيتحرك. تمام، هنلاقي هنا الناس طبعا هي بتقع كده وخايفة طبعا من حول المنظر. صورنا نفس المشهد في حتة تانية، وهنا برضو ملون بقى الجزء الرليف اللي عمله ملونه، هنلاقي هنا الناس ماسكين الصلبان، كهنة وشعب، وهنا برضو شمامسة، وهنا قديس سمعان الخراز هو واقف في الضاع ورا الأنبا برام المزرعة اللي بيقدم البخور وبيصلوا كريليسون، وهنا الشعب، هنلاقي هنا حتى عاملين الخليفة على حصانه، هو عامل هنا الخليفة على حصانه، والجنود هنا تحت، وطبعا اليهود اللي كانوا بيشيروا على المعزل دين الله، وهنا الجبل بتاع مقطم وهو بيتحرك، وشايفين برضو الشمس باينة من تحت. طبعا المراجع الكتابية للسيرة، يعني المراجع الكتابي للقصص دي بيبقى السير بتاعة القصة، السيرة والمخطوطات اللي اتكتبت فيها القصة. نلاقي برضو ماريو بيسجل بقى الأنبا برام زرعة، وبيفكرنا هنا في القطعة الجدارية دي بصورة قديمة ليه قديس سمعان الخراز مع
الأنبا برافو مزرعة هي صورة مشهورة جدا في كنائس مصر القديمة، وبترجع لحدود القرن 18، ومصور هنا العذراء اللي ظهرت ليه أنبا برافو مزرعة بعد الصوم، الأنبا برافو مزرعة، وجنبه هنا بشكل مصغر سمعان الخراز. برضو ماريو سجل لنا قصة ظهور العذراء الأنبا برافو مزرعة وسجلها، فنلاقيه مثلا هنا مصور سمعان الخراز اهوت، ومصور هنا أنبا برافو مزرعة لما صام 3 أيام، وفي نهاية اليوم الثالث ظهرت له العذراء وقالت له ما تخافش، وهو هنا مسجل لنا حتى القصة. فبيكتب هنا ماريو تحت الصورة، تحت الصورة الجدارية القصة، فكاتب لا تخف أيها الراعي الأمين، فإن دموعك التي سكبتها في هذه الكنيسة مع الأصوات والصلوات التي قدمتها أنت وشعبك لن تنسى. اخرج الآن من الباب فستجد أمامك رجلا بعين واحدة حامل جرة ماء، امسك به لأنه الرجل الذي ستتم على يديه معجزة نقل الجبل. فده الكلام اللي قالته العذراء لأنبا برام. وشايفين هنا بره الباب هنا ايه سمعان الخراز وماسك القربة بتاعة المية. فهنلاقي هنا سمعان الخراز وهو ماسك الجرة بتاعة المية. جدارية تانية برضو بتوثق برضو ظهور العذراء لأنبا برام ابن زرعة. فنلاقيه برضو هنا واقف وقدامه العذراء ظهراله، وبتقول له نفس الكلام اللي احنا لسه قايلينه، انه سمعان الخراز هو اللي هتم على ايده المعجزه. كمان هنلاقي ماريو مسجل بابا شنودة هنا على كرسي البابا. احنا عارفين طبعا ان الدير، وهنا طبعا اليافطة بتاعت الدير اللي هي وضع الاساس، ان البابا شنودة هو اللي شجع على بناء دير المقطم. وزاره اكتر من مرة، فزاره في 18 يونيو سنة 76، وتوالت الزيارات من 78 لحد 80. وكان الدير ده له اهتمام خاص عند البابا شنودة، ونلاقي ماريو مسجل البابا شنودة على كرسي البابوي. ودي موجودة في اخر الكنيسة اللي هي فيها مدرجات. كمان ماريو مسجل يعني اجزاء كتير من اشعار البابا واقواله على الدير، زي ما احنا شوفنا في اول حاجة خالص في قصة يوسف وامرأة بوتيفار، مسجل القصيدة بتاعت هو ذا صوب خزيه، تمام. وكتير بقى من الاقوال يعني موجودة داخل الدير برضو للبابا شنودة وبعض القصائد الاخرى. دي قائمة المراجع، وأشوفكوا في فيديو تاني وخمسة فن. سلام.